رح نحضر خبز التورتيا بالبيت ورح نعمل معه فاهيتا الدجاج. بهارات الفاهيتا كيف نحضرها بالبيت؟ طريقة سهلة، مكونات معظمة موجود بكل بيت. يلا نتابع الطريقة سوا. أول شي عندي 400 جرام من الطحين. دايماً بقولكم وبذكركم الميزان كتير أساسي، خصوصي بالعجين وبالكيكس، لأنه لازم يكون عندنا دقة. بس إذا ما عندكم ميزان تحطوا 3 كبايات من الطحين. بدنا نزيد لهم ربع كوب من الكورن فلاور أو 40 جرام، وراح زيد لهم 7 جرامات من الملح أو معلقة صغيرة. هلأ رح نخلط كل المواد الجافة مع بعضها. رح ضيف لهم 30 جرام من زيت النباتة و 300 جرام من الماء، يعني 400 طحين، 40 كورن فلاور، 300 ماء، 30 زيت. احفظوها هيك. هلأ رح زيد الزيت تدريجيا، يعني مثل الخيط شوي شوي، نحنا وعم نعجن أو الميكسر عم تبرم. بس ينخلط الزيت مع الطحين كمان هي والعجينة دايرة، بدي نزل عليهم 300 جرام من المي السخنة، مش سخنة عم تغلي، فاترة، لأنه إذا كانت عم تغلي بتخفف من فعالية أو بتقتل الخميرة، فما لازم تكون باردة وما لازم تكون عم تغلي. So, حطيت زيت بالجاط، نزلت العجين، رح غطيه، حطه بالبراد ساعة لحتى تبرد العجينة وأقدر أشتغل فيها. بهالوقت رح حضر بهارات الفاهيتا وقطع الدجاج، قطع الفلافل والبصل، وجهز اغراض الفاهيتا وبلش بعدين اعمل العجين. سو بالوقت يلي العجينه للتورتيه بالبراد عم تبرد، شو عملت؟ قطعت الدجاج، عندي صدور الدجاج كيلو صدور الدجاج، قطعناهم سترايبس، عندي بصل جوانح، وعندي فليفلة حلوة ملونة، استعملنا الثلاث ألوان. هلأ بهارات فاهيتا، بعتقد صرتوا تعرفوني، ما عندي شيء اسمه بهارات شاورما، بهارات فاهيتا، بهارات مغربية، كل شيء منحضره من البهارات اللي عنا إياها بالبيت. شو هي بهارات الفاهيتا؟ هي عبارة عن فلفل حار أحمر، رح حط نص معلقة، بابريكا حلوة رح حط معلقة، بودرة الثوم مع الأعشاب رح حط معلقة، كمون كمان معلقة، فلفل أسود نص معلقة، وزنجبيل معلقة، ومنحط لهم شوية ملح، ما منكتر لحتى نزيد ملح بس بدنا للدجاج. نخلطهم كلهم سوا. أنا بحب تبل الدجاج بنص كمية البهارات قبل ما نقليها. سو رح ناخد تقريبا معلقتين من البهارات يلي عندي ورح حطهم على الدجاج لحتى نعملهم مارينيشن. منتبلهم وفينا نحطهم بالبراد لنكون جهزنا لحتى نبلش نحضر الفاهيتا ونحضر الخبز. هيدا الدجاج صار عنا متبل جاهز للفاهيتا. هلأ رح بلش حضر الفاهيتا. طريقتي بالفاهيتا شوي مختلفة، انه انا ما بحب البصل والفلفل الحلو انه يصيروا دبلانين، كرمال هيك اول شي بقلي الدجاج منيح، بس يبلش يستوي بزيد اخر شيء الفلفل الحلو او الفلافله الحلوه والبصل. سو عم على النار عم حمي التقلي منيح، رح ضيف شويه زيت زيتون. برجع بزيد البهارات هلا.
ما بخليهم كتير على النار لانه بدي البصل والفليفله يضلوا عم يقرشوا هيك اطيب. اوكي هيدي العجينه بارده طلعتها من البراد، بدي اقطعها هلا وزينها تقريبا بدي اعمله، ما بدي اعملهم كتير كبار، سو رح اعمل قياس او وزن القطعه 20 جرام. اذا بدنا تورتياز كبار نعملهم 35. سو هلا نحن بدنا نقطع 20 جرام. هيدي 29 بدنا نعملها اصغر 20 جرام. ضروري كتير انه نكون حاطين طحين منيح على السيرفس على الطاولة يلي رح نستعمل او رح نرق عليها العجين، لانه بدنا نرق العجين كتير رقيق. هيدي العجينة ما فيها خميرة يعني ما بدنا اياها ترتاح. نبلش نرقها، بدنا نرقها قد ما فينا، بدنا نحط لها طحين كتير لحتى مثل ما قلنا ما تلزق. هلا يلي بدي احضره قبل ما بلش اخبز هالتورتيا هو كيس نايلون، حتى بس تخلص كل وحده بدي شيلها وحطها بالكيس وسكر دغري. رح ارجيكم كيف الطريقه. هلا انا عندي الووك العادي، رح استعمله مثل الساج كانه ساج لحتى اخبز عليه الخبزات، بس مهم اقدر اتحكم بالنار، بقوي النار وبوطي. رح ورجيكم كيف الطريقة. هلا انا دورت النار، نار قوية لتحمى، بس تحمى رح اخفف النار لحتى ما تحترق. بالوقت يلي عم نحمي نقدر نرق باقي العجين. خلصت، بشيلها دغري وبحطها بزيب لوك هي سخنة وبسكر عليها، بشيل منها الهواء لحتى تضلها طرية. هلا نضف الووك من الطحين لحتى ما يحترق، لحتى ما يطلع في طحين محروق على الخبزة الثانية، وبحط الخبزة الثانية وبرجع بقوي النار. وصارت وجبتنا جاهزة، الخبز شلتهم من التيبلوك، رح بلش طبق، رح اقدمهم هيك على بورد، فيكن تقدمون بالطريقة يلي بتحبوها. عندي ساور كريم، إذا ما عندكم ساور كريم فيكن تستعملوا لبنة وتحطوا لها شوية حامض، أو لبنة يلي بتكون حامضة، لبنة المعزة كمان فيكن تستعملوها. ما عملت جواكامولي اليوم لأنه رح أعمل ديكونستركتد جواكامولي، يعني رح حط الأفوكادو ورح حط الكزبرة والبصل بطريقة هيك موزعة مع شوية حار. نزيد الكزبرة، رح زيد شرايح الأفوكادو، شوية مايكرو جرينز بس للتزيين. وهيدي فاهيتا تورتيا شغل البيت، مكونات موجودة بالبيت، طريقة كتير سهلة، بتمنى تحضروها وتعجبكم.